فيلم The Little Witch تبدأ قصة الفيلم بشابة جميلة جدا أو كانت تتمنى أنه تتعلم السحر وتصير ساحرة على متحضر اجتماع الساحرات اللي يصير كل سنة بمدينة ويلبور، أو فعلا يصير وياها حدث يخليها الساحرة الوحيدة بالمدينة. أو هسا نتعرف على أوليس اللي هي شابة جميلة عمرها 130 سنة، أو أمها وأبوها متوفين من هي وصغيرة، أو هي عايشة بكوخ بالغابة، أو هي عايشة هي والغراب مالتها لوحدهم. وبيوم من الأيام كانت أوليس تقرأ كتاب سحر وتتعلم منه، فهي قرأت تعويذة بالخطأ، وبدل ما تمطر فلوس مطرت مشابك ملابس، لكن هي ما استسلمت ورجعت عادة التعويذة مرة ثانية على أمل أنه تصير، لكن هاي المرة مطرت شوكات ومعالق، فأوليس تحزن أو تدخل الكوخ، أو كان بنفسها أنه تصير ساحرة ماهرة حتى تحضر الاجتماعات اللي تصير كل سنة للساحرات بمدينة ويلبر. فالغراب بدأ يواسيها ويقول لها أنه أنت بعدش صغيرة بالعمر، أو العمر كله قدامك وتقدرين تحققين أحلامك. فأوليس تقول له أنه أنا عمري صار 130 سنة أو 6 شهر. فالغراب يقولها ما يخالف صيري صبورة. وبيوم من الأيام كانوا الساحرات مسوين حفلة رقص للساحرات، أو ممنوع أي واحد يدخل بيناتهم إلا هن الساحرات وحدهن. بس أوليس كانت تفكر أن تروح بدون ما أحد يدري، وهي بدأت تدرب شلون ترقص وياهم بالعصا السحرية مالتها إذا راحت للحفلة. لكن الغراب نصحها أنه ما تروح، أو قال لها إذا رحت بدون دعوة أو وحدة من الساحرات شافتك فأنت راح تتعاقبين أو بعد أبد ما تقدرين تمارسين السحر. فأوليس تحزن والضوج، أو كلام الغراب ما يعجبها مع العلم أنه هي تدري أنه كلامه صحيح. وبهذا المشهد نتعرف على توماس وأخته لينا واللي هم جيران أوليس واللي هم عايشين وحدهم بمزرعة بعد وفاة أمهم وأبوهم. أو توماس يقول لأخته لينا اليوم أكو حفلة رقص للساحرات وأنا كلش خايف. وهسا نرجع لأوليس، وهي بدأت تطلع من بيتها بهدوء وتروح للحفلة بدون ما الغراب يحس عليها لأن هو كان نايم. فأوليس صعدت على العصا السحرية أو طارت المكان الحفلة، أو من وصلت بقت تترقبهم من بعيد وهم كانوا يرقصون. فقررت انه تدخل بيناتهم لانه حست ما حد راح يشوفها لان الكل دا يرقص وملتهي. فهي بدت ترقص بالعصا السحرية وتحاول تقلدهم، لكن هي ما كانت تقدر لان هي ما تعرف. او فجأة شافتها واحدة من الساحرات، او طلعت عمة أوليس واللي يكون اسمها كارولينا. او بعد ما شافتها بدت تصيح بصوت عالي اكو دخيل غريب بالحفلة. فيجان الساحرات كلهن وينجمع داير ما يدور أوليس، وهم يصيحون الاكبر ساحرة بالمدينة واكثرهم شر اللي يكون اسمها باربر، او قالت لها انه اللي بعمرك ممنوع يدخل لهذا المكان او يحضر هيك حفلات، وروحي من هنا بسرعه احسن ما تتاذين. فأوليس تزعل والضوج وتقرر انه تروح. لكن قبل ما تطلع أوليس تقول لباربر عادي اجي السنه الجايه. فباربر تقول لها عادي تحضرين السنه الجايه وتصيرين وحده من عندنا، بس على شرط انه تجتهدين. هي تنطيها كتاب كلش كبير وبكل انواع التعويذات بالعالم، وتقول لها لازم تحفظيه كله على مود احنا نمتحنك بيه السنه الجايه، واذا نجحتي بالاختبار راح تنضمين لنا، اما اذا فشلتي فراح تمنعين من دخول المدينة وراح تنسحب من عندك القوة السحرية. فأوليس توافق وتاخذ الكتاب. لكن قبل ما تروح كارولينا تقدم اقتراح الباربر وتقول لها انه هي لازم تتعاقب لان هي اخترقت القوانين واجت بدون دعوة. وفعلا عجبهم الاقتراح والكل يأيد كارولينا. فباربر تقول لها شنو نوع العقاب اللي نعاقبها به، وكارولينا تقول لها اخذ العصا السحرية مالتها على متضطر انه تبقى تمشي 3 ايام وهي شايلة الكتاب يلا توصل لبيتها. وفعلا ياخذوها. فأوليس تشيل الكتاب على ظهرها تبقى تمشي لمدة 3 ايام. او بعدها وصلت للبيت وحكت للغراب كل اللي صار وياها. فالغراب يقول لها انه هاي الفرصة الوحيدة اللي تقدرين تحققين بها حلمك، او حاولي تتعلمين وتحفظين كل التعويذات اللي موجودة بالكتاب. او فعلا بدت أوليس تقرأ وتحفظ بالتعويذات، او جربت تعويذة على الغراب فهي قالت التعويذة بالغلط فطلع لها قرون، وهي قامت تضحك وكانت تريد انه تجرب تعويذة ثانية على مود القرون تختفي. لكن بدل ما تختفي تطلع لها هي هم. او بعد مرور اكثر من 3 اشهر من حفظ وقراءة كتاب السحر كانت أوليس حابسة نفسها. لكن بيوم من الأيام قررت أنه تطلع حتى تغير جو، فشافت 3 جدات وهم كانوا يحاولون يجمعون أغصان أشجار على مود يشعلوها بالنار لأن هن كانوا يريدن يطبخن عليها، بس هن ما كانوا يقدرن بسبب كبر السن. فقررت أوليس أنه تقرأ تعويذة من تعويذات الرياح اللي حافظتها على مود تساعدهم، وفعلا تقرأها وتنجح، والرياح تلم كل الأغصان وتجمعها بمكان واحد، والجدات يفرحون هواية. لكن فجأة يجي حارس الغابة ويرفض أن يأخذون من الأغصان هاي، أو تجي أوليس وتقرأ عليه تعويذة تخليه يوافق، أو هو يوافق ويبدأ يلم الأغصان وياهم، أو بدأ يشيل أوليس أيضا. وبيوم من الأيام قررت إنه تروح للسوق على مود تشتري عصا بدال اللي يأخذوها منها السحرة. وهناك شوف توماس وأخته لينا وهم واقفين يبيعون للحلويات، بس ما عندهم فلوس يشترون، فراحت واشترت لهم حلويات وهي دفعت الفلوس. لكن وهي جاي تمشي بالسوق شافت بنية تبيع ورد مصنوع من الورق، وهي كانت تسويه بنفسها، لكن ما حد كان يشتري منها. فأوليس
وولاس تاخذ الورد وتقرأ عليه تعويذه، وصار كل الورد ملون وعطره جذاب، وهو خلى الناس كلها تيجي وتشترى منها. وبثاني يوم الصبح كانت ألاس قاعدة هي والغراب مالتها وضايجة، لأن هي ما كانت تقدر تسوي خدع سحرية، لأن بقانون السحرة السحر ممنوع يوم الجمعة. أو فجأة تشوف توماس ولينا من بعيد، وقررت إنه تعزمهم على الأكل ببيتها. فلينا سألت ألاس وقالت لها أنت فعلا سحرة لو لا، لكن توماس قطع لينا وهي تحكي واعتذر منها وقال لها أنت مستحيل تكونين سحرة لأنه شكلك مو عجوز ولا مخيف. فتقوم ألاس وترفع الكرسي اللي قاعد بيه توماس على مود تثبت له إنه هي ساحرة، فهي نسيت إنه ممنوع إلقاء السحر والتعويذات يوم الجمعة. أو بعدها ترفع طاولة الطعام، فالغراب يقول لها إنه اللي جاي تسويه غلط، أنت خالفت قوانين السحرة. لكن ألاس ما تسمع كلامه وتبقى تلعب ويا توماس ولينا وتنفذ كل طلباتهم. أو فجأة تجي عمتها كارولينا البيت ألاس، وألاس تنصدم وتخاف منها، فتقول لها ليش جيتي؟ وكارولينا ترد عليها وتقول لها اجيت على مود اشوفك اذا جاي تطبقين القوانين لو لا. فكارولينا تدخل البيت ألاس وتشوف طاولة الطعام مرفوعة، فتقول لها ليش سويت التعويذة يوم الجمعة؟ لكن ألاس نكرت. او بعدها كارولينا تشوف سلتين هدايا، فتسأل ألاس اذا يمها ضيوف او لا، فألاس تقول لها ما حد يمي. او بالوقت هذا لينا وتوماس كانوا خاتلين تحت الطاولة، فكارولينا تطلع وهي لازمة دفتر وقلم وتكتب ملاحظات على ألاس حتى ترسلهم البربر. او بعدها كارولينا طلعت، او من شافتها ألاس راحت طلعت توماس ولينا حتى يرجعون لبيتهم. لكن كارولينا كانت واقفة ورا الشجرة او شافتهم وعرفت انه ألاس اخترقت قوانين السحر، وهي مارست السحر قدام البشر العاديين وبيوم الجمعة. او مرت الايام والشهور وألاس حبسة نفسها، وهي كانت تقرأ وتحفظ، وبيوم من الايام قررت انه تستراح من القراءة. فهي قررت انه تطلع تفطر بالقرية بعد ما نزل الثلج، واطفال القرية كانوا مسوين تمثال بالثلج ويلعبون. وفجأة تشوف طفل وهو حزين، فقررت انه تروح ورا بيتهم وتساعده، وفعلا تبقى تمشي ورا لحد ما يوصل لبيتهم. فتشوف من ورا الباب ابوه يضربه، ومن يطلع ابو الطفل ألاس تدخل وبدت تحكي ويا الطفل، فيقول لها ابويا ما عنده شغل وفلوسنا انسرقت. وألاس قررت انه تساعدهم وتنطيهم فلوس وتخلي علاقة الاب اقوى بالطفل من قبل. وكل هذا كان تحت انظار ومراقبة عمتها كارولين، وهي كانت ضايجة منها لان المساعدة والقلب الطيب مو من صفات السحارة. وبعد شهر اجى موعد الاختبار، فالصبح قعدت ألاس وشافت عمتها كارولين قاعدة بباب بيتها، وتقول لها دزتنا الرئيسة بربر على مود انطيك عنوان الاختبار اليوم بالليل. ولما صار الليل وراحت ألاس للمكان اللي عمتها كارولين قالت لها عليه، لقت كل الساحرات من جماعات هناك. فبربر سألتها اول سؤال او كان عن تعويذة الرياح، فألاس جاوبت اجابة صحيحة وهي قالت التعويذة، وصارت رياح قوية جدا. وبثاني سؤال كان عن تعويذة الرعد، وايضا هي جاوبت صح، لكن عمتها كارولين الضوج لانه جاي جاوب صح، وهي ما كانت تريد تنجح بالاختبار حتى تبقى هي الساحرة الوحيدة بالعائلة. فهي تسألها سؤال صعب جدا، والسؤال كان هو شنو التعويذة اللي موجودة بصفحة 3574. او طبعا كان ما حد يعرف اجابته حتى باربر، لكن ألاس تضغط على نفسها وتحاول انه تستجمع ذاكرتها وتتذكر التعويذة، وتقول لها التعويذة اللي موجودة بهاي الصفحة واللي هو ربط شعر ساحرة واقفة وياهم، فكلهم ينبهرون بذكائها او ينبهرون بيها. او باربر تعلن نجاح ألاس وانضمامها إلهم، لكن عمتها كارولينا طلع دفتر الملاحظات وقالت لهم انه انا كنت اراقبها طول السنة، وتقول لهم انه هي كانت تساعد البشر وتمارس السحر قدام البشر يوم الجمعة، وهي تلقي التعويذات بالايام المحرمة مثل يوم الجمعة بالسوق. فتنقهر ألاس كلش والضوج لانه ضاع حلمها من وراء حقد وكراهية عمتها. لكن باربر تقول لها اذا تريدين تبقين ويانا لازم تحاولين جيرانك الاطفال توماس ولينا الحجارة. فترجع ألاس لبيتها وتحكي للغراب اللي صار، فيقول لها انه الاطفال ابرياء وما لهم ذنب، وألاس تعصب من الغراب وتطرد خارج البيت. وبعد مرور بعض الايام تروح البيت توماس ولينا، وهي كانت تبوع لهم بنظرات مخيفة، لكن قلبها ما ينطيها انه تأذيهم، فتعوفهم وتطلع. وبعد تفكير عميق قررت ألاس انه تاخذ الكتاب وتروح لنفس المكان حتى تواجه كل الساحرات، وهي قالت تعويذة لمت بها كل الكتب اللي موجودة بالعالم، وبدت الكتب تطير بالسماء او تنجم عيمها. وبعدها قرت تعويذة تسحب بها السحر من كل الساحرات، وايضا قررت انه تحرق كل كتب السحر اللي جمعتها. لكن فجأة ألاس تنسى تعويذة النار، فيبقون الساحرات يضحكون عليها، وهنا يجي الغراب وهو جايب ولاعة الكبريت، وهي لما شافت مساعدة الغراب حضنته واعتذرت منه. وبعدها شغلت النار على الكتب وحرقتهم كلهن، وهي حولت عمتها الحيوان عنده قرون وخشم وذيل خنزير. وبعد ما احترقت كل كتب السحر الموجودة بالعالم احترقت وياها كل تعويذات الشر ايضا. فألاس رقصت وحدها بليلة الحفلة السنوية بمدينة ويلبر، لان ما كان اكو اي ساحرات الا هي. وبقت ألاس هي
هي الساحرة الوحيدة بالعالم، وهي عاشت بسعادة للأبد بمساعدة الناس. ولهنا تكون نهاية الفيلم.